هواية من الناس خاصة فترة معينة من حياته ممكن يتعرض إلى فطريات الجلد. فشنو هي عدوى فطريات الجلد؟ هي عدوى شائعة تتسبب بالتهاب الجلد وتنجم عن الإصابة بأنواع مختلفة من الفطريات، وهي عبارة عن كائنات حية دقيقة تعيش بالبيئة وحتى على جلد الإنسان، وممكن تتسبب الفطريات بالعدوى خاصة من تتكاثر على الجلد بشكل مفرط، أو ممكن أن تنتقل إلى من البيئة المحيطة به. زين، هل تعتبر فطريات الجلد معدية؟ تعتبر فطريات الجلد من الحالات المعدية، وممكن يصاب بها الشخص بعدة طرق، ومن هاي الطرق وأهمها هي ملامسة جلد شخص مصاب بالعدوى بالأساس. أيضا إذا استخدم أدوات أو ملابس أو حتى مناشف شخص مصاب بالعدوى، ملامسة حيوان مصاب مثل القطط والكلاب يكونون أيضا مصابين بعدوى الفطريات، المشي حافي القدمين بالأماكن الرطبة والدافئة مثل حمامات البخار وغرف تبديل الملابس وحتى أماكن السباحة، وتعتبر الرطوبة بيئة خصبة لنمو. زين، شلون نقدر نوقي نفسنا من فطريات الجلد؟ بالحقيقة ماكو طريقة معينة ممكن أن نوقي نفسنا بها من الإصابة بالعدوى الفطرية، مع ذلك يساعد اتخاذ بعض التدابير بتقليل خطر الإصابة بعدوى فطريات الجلد، ومنها الاهتمام بالنظافة الشخصية وتجفيف الجسم بشكل جيد بعد الاستحمام، تجنب المشي حافي القدمين خاصة بالأماكن الرطبة مثل الحمامات العامة وحمامات البخار وحمامات السباحة والجيم وغيرها، ارتداء أحذية مضادة للمي عند المشي بحمامات العامة أو حتى حول حمامات السباحة أو الصالات الرياضية، الامتناع عن استخدام أدوات الآخرين مثل المناشف وحتى فرش الشعر وغيرها من الأمور، ارتداء ملابس قطنية بحيث تمتص العرق حتى نحافظ على الجلد بشكل جاف وتسمح بتهوية الجسم، الحرص أيضا على غسل الملابس والمناشف بصورة مستمرة خاصة الملابس الرياضية بعد كل تمرين، وأكيد علاج الحيوانات الأليفة على الفور في حال الاشتباه بإصابتها بعدوى فطرية، والحرص على ضبط نسبة السكر بالدم خاصة عند مرضى السكري من النوع الثاني.